اهلا بكم مشاهدينا من جديد. وبلا شك ان الابتسامه الجميله التي تكشف عن اسنان صحيه وبيضاء بتدي وبتمنح الثقه لا حد لها لصاحبها. كيفيه العنايه بالاسنان والوصول الى اسنان فعلا جذابه والجديد في هذا المجال ده اللي هنتكلم فيه النهارده من خلال لقائنا مع الدكتور محمد منير، زميل وايضا دبلوم في من الكونجرس العالمي لغرس الاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لغرس الاسنان. واهلا بحضرتك، اهلا بيك وصباح الخير معانا. دكتور محمد، يعني دايما السؤال اللي بيطرح نفسه العلاقه بين اسنان الانسان وصحته العامه. العلاقه دي انا بسميها دايما تو واي ريليشن شيب. اللي بيحصل ان في حاجات في الاسنان بتاثر على الصحه العامه، في حاجات في الصحه العامه بتاثر على الاسنان، وبمعنى اخر ان هي في علامات بنعرفها من الاسنان لها مدلول ان في مشكله في الجسم، في مشكله صحيه او في مرض معين صحي. المثالين المشهورين قوي في الموضوع ده مرض السكر ووجوده ومدى تاثيره على الاسنان. مرض السكر لما يكون موجود في الجسم بيعمل التهابات في اللثه كتيره ونزيف بيبقى حاد في اللثه وبيكون في حركه في الاسنان او بنسميها لخلخه في السنان يعني. وفي ناس مرضى كتيره احنا بنعرف ان عندهم سكر لما بنشخص هذه العلامات. من الاتجاه الثاني بيبقى لو حد مثلا مش معتني باسنانه كويس وعنده بكتيريا وجير كتير والمنظر ده، لقوا ان هو بيأثر على صحه القلب. بيعمل امراض في القلب على المدى الطويل طبعا، مش المدى القصير يعني. ودي علاقه موجوده بقى لها كتير ودلوقتي بقت بروفد علميا جدا يعني. طيب ازاي احنا نحافظ على الاسنان اللي ربنا ادهنا من الطفل ومن هو صغير لغايه ما يكبر؟ كيفيه الحفاظ عليها؟ عادات وغذاء ببساطه. العادات هي عادات منها غسيل الاسنان ونظافه والحاجات اللي عارفينها دي كلها. وهو صغير لازم نركز قوي مع فكره ان احنا ان هو الرضاعه وان هو بينام وهو بيرضع على وهي الام شايلاه، بينام يشرب عصير. اول ما الطفل يبدا يمسك في العاده زي دي بيقعد اول سنه سنتين من عمره اللي هو بدايه طلوع الاسنان اللبنيه. فبالتالي وجود السكريات او وجود اللبن او وجود لبن الام او اللبن الصناعي ايا كان حوالين الاسنان وهو نايم بيسوس الاسنان. دي من ابسط العادات اللي موجوده والافكت بتاعها بيبقى ظاهر على مدى طويل قوي بعد كده. ولو قلنا ازاي يغسل سنان يبقى في فرص صغيره جدا للبيبي ان هم يقدروا ان هم الام معجين مخصوصه والام في الاول بتساعد الطفل حتى لو بفرشه من غير معجون، فرشه ميه بس مجرده. ولما بيكبر شويه بيبقى فيه شويه بروسيجرز او اجراءات الدكتور ممكن يعملها. دكتور الاطفال الاسنان ممكن يعملها زي ايه؟ في حاجه اسمها ان احنا نحط فلورايد ابلكيشن بعد سن معين ان هو يبدا يبقى فيه طبقه فلورايد تقوي الاسنان وتمنع او تقلل حدوث السابق. في حاجات من هذا القبيل يعني ممكن تتعمل عند دكتور الاسنان ان هي تحافظ على الوضع كما هو بدل ما ودي اللي هي الطبق من الفلورايد دي بتبقى تقريبا مدتها 6 شهور بالظبط كده وبعد كده بتتجدد تاني لازم اعملها تاني بالظبط. طيب وبالطبع الى جانب الغسيل المستمر للسنان اكيد. طيب بنيجي للجديد في طب الاسنان وخصوصا في نقدر نقول في تجميل الاسنان، يعني في ناس كتير قوي بيبقى عندهم تشوهات، عندهم تسوس، عندهم بروز فك علوي او فك اسفل، يعني بيبقى في مشاكل كتيره هو الشخص نفسه مش بايده التشوه اللي عنده ده. الجديد ايه؟ هو جديد عايز يوم ما بنتكلم فيه. طيب احنا خدناه في عجاله. احنا هنعمل الاتي ان احنا هنتكلم على الجديد في التركيبات لان التركيبات ناس كتير قوي لهم تجارب سابقه معاها سيئه جدا. في تركيبات طبعا متحركه مفيش وقت نتكلم عليها، انما التركيبات الثابته اللي هي بنسميها البريدج او الكوبري او التركيبات. ايه الدواعي لاستخدام التركيبات؟ عدم وجود ضرس او ضرس مخلوع او في مكان مفقود فيه ضرس او سنه او كده. في حاجات اللي احنا واخدين عليها كلنا او المرضى الساده المتفرجين عارفينها ان هي البريدج او الكوبري او التركيبه البورسلين او التلبيسه لها مسميات كتير قوي. الحقيقه دي
يعني فيها تدخل زيادة شوية عن اللازم، بمعنى ان بدل دلوقتي ما انا محتاج ابرد درسين او ثلاثة علشان اعمل تركيبة تبقى كبيرة ومتضايق ان هي بتحشر اكل او ما بتحشرش اكل او كده، بقى في مجال ان احنا نعمل الزراعة. زراعة الاسنان في عجالة هي عبارة عن ان احنا المكان الفاضي بنستعيد عنه بان احنا نحط جدر صناعي مكان الجدر اللي متشال وبنركب عليه بعد فترة معينة. الجديد في الزراعة برضو ان احنا ممكن نركب في نفس يوم الخلع. يعني انا ممكن انا مريض يجي لي اخلع واحط الزراعة وفي نفس الوقت حديت معاك على اللابتوب صور من الموضوع ده، وفي نفس الوقت ممكن ابقى اعمل اركب السن عليه. والحقيقة ده هو احدث حاجة واللي خلى ان احنا نوصل لكده التقدم في الاسطح بتاعت المصامير دي او الكواليتي بتاعت المصامير دي. بس بعد التركيب يعني المريض نفسه ما بيحسش باي تاثير، ما بيبقاش السنه دي او الدرس ده مضايقه خالص، بياكل عليه عادي. الزراعه هي اقرب حاجه موجوده للطبيعي بمعنى اصح، للطبيعي ويقدر ان هو يقطب عليه ويقدر ان هو ينضج بيه، كل حاجه يعني متاحه. طيب مثلا ده السنه دي كان مريض دخل بسنه مكسوره وكانت لازم تتخلع. احنا جبناها يا دكتور. بتتخلع، بعد ما بتتخلع بنحط الزرعه. ايوه اللي احنا شايفينها دلوقتي، وفي نفس اليوم المريض بينزل بالتلبيسه الجديده بتاعته. كل ده ما خدش نص ساعه بالظبط. بيبقى المريض نازل بسنه ثابته يقدر يتعامل بيها، يتكلم بيها، يضحك بيها، اهم حاجه ياكل بيها. يكون حاطط في الاكل في اول ايام، لكن بعد كده بتبقى خلاص السنه اكنها زي الاصليه تماما. لو احنا شفنا اشعه عليها هنلاقي ان هو ده المسمار اللي بيبقى موجود جوه، بيبقى جدر صناعي. ما احتاجناش نبرد سنان قبل او سنان بعد، ما احتاجناش نلعب في اي حاجه من الحاجات السليمه. طب هل الوسيله دي يعني تنفع او متاحه لكل الناس؟ لا. ولا في ناس ما تقدرش انها تستعملها؟ لا، مش كل الناس ممكن نعمل لها زرع امبلانتس او زرع، لان ما ينفعش نحط زراعه مثلا او نعمل الزراعه دي في مرضى السكر. ما ينفعش نعملها في حد هابي سموكر او مدخن شره بمعنى اصح، حد عنده هشاشه في العظام سيفير يعني بشكل متاخر. ما نقدرش نعمل فيها زراعه. طب دكتور، اول حاله او ثالث حاله اللي هي مرض السكر او الهشاشه دي مفهومه الى حد كبير، لانه ده مسمار بيدخل في العظم، او لكن التدخين المدخن ليه؟ لسه جاي بتاثر على اللثه او بتاثر على العظم بتاع الفك او كده. بتاثر على العظم مش على اللثه فقط. بالظبط كده. ليه؟ لان هي نفس تاثير السكر بالظبط ببساطه. السكر بمشكلته في ايه؟ ان هو بطريقه يعني بسيطه مش علميه قوي، ان هو بيقفل الاوعيه الدمويه، فبالتالي بيقلل الغذاء اللي جاي من البلاد سبلاي او مجرى الدم اللي رايح لمكان معين في اللثه او في العظم. يعني الدم اللي بيبقى رايح مثلا عند السنه دي بيكون قليل شويه في مرض السكر. فبالتالي بتضعف وبتبدا تتحرك وتقع. نفس الفكره السجاير بتعملها برضه، او النيكوتين بيعملها في السجاير. ان هو بيقفل الاوعيه الدمويه اللي رايحه تغذي السنه حته في الحته المعينه. طب ده بتعرف عن طريق تحليل مثلا ولا بتعرف ازاي؟ ان حضرتك تقدر تعمل التداخل ده ولا لا؟ بتتعرف عن طريق كلها حاجات علامات في البق، كشف يعني، كشف الطبيب. اوكي. طيب في برضو مثلا امهات ممكن تعاني من شيء معين، ابنها نزل راح المدرسه او راح النادي ورجع سنته مكسوره. هل زمان كانوا بيقولوا ممكن نحط بقيه السنه دي في تلج ونروح بيها نطلع بسرعه على اي دكتور علشان تتركب تاني في مكانها؟ شوفي حضرتك، هو حسب مدى الكسر بتاع السنه عامل ازاي، بمعنى وحسب سن الطفل، وحسب دي سنه لبنيه ولا سنه دائمه. لو سنه لبنيه مش مشكله. بالظبط. لو هي سنه دائمه في كسر يبقى سطحي قوي، بتبقى حته تشيرت، حته مقشوطه صغيره قوي من طبقه المينا. ده في اي وقت المريض بيروح للدكتور وبيحشيها له حشوه عادي. انما لو السنه كلها وقعت فيجب التوجه لطبيب الاسنان في خلال ساعه بالكثير. ايه طرق الحفاظ على السنه جرت ما نوصل للدكتور؟ يا اما تحطها في محلول ملح. محلول ملح اللي هي ميه ملح. محلول ملح ده اللي هو بالسلامه الصدريه. زي ميه ملح بس هو بيبقى محلول. اوكي. ملح. او في لبن. لبن عادي. لبن عادي خالص. ساقع مثلا او لازم يكون ساقع؟ لازم يكون ساقع، بس ما ينفعش يبقى سخن مغلي يعني. يعني يبقى ساقع من الثلاجه من علبه. المهم ان انت تحافظي على الخلايا اللي موجوده على الجدر بتاع السنه دي لحين الوصول لدكتور الاسنان علشان يعرف يستخدمها تاني. طب دي بالنسبه للسنه وجدرها، لكن بالنسبه للثه بتاعت الطفل مثلا او بتاعت الشخص اللي وقعت منه السنه دي، ايه التعامل معاها لغايه ما نوصل؟ ما حدش يجي جنبها خالص لحد ما يوصل الدكتور، الدكتور بيتعامل معاها.